السلام عليكم. تحية لكل الحاضرين والحاضرات، وكنشكر كل القادة الكرام العظام اللي حضروا معنا، وكنشكر كل فرد. صراحة أنا جد سعيد، وفي هذه اللحظة أقول اشتد أزمة الفرج، قد بان بيدك بالغلس وطلوع الشمس له فرج. صراحة معكم دريس كيبي بلوزاني، مساعد صيدلي أزيد من 20 سنة، من المعاناة، من الحقرة، من الطيف، من الاستغلال، من التجبر في العمل الخاص، وعانيت الأمرين. سأحكي لكم تجربة ربما غتسمعوها لأول مرة، اللي صراحة احنا كنتواجدوا في بلد عظيم، ولكن الدولة ما كتساعدش الشعب ديالها، حتى مواطن اللي كنشتغل، وحتى انا قريت حتى القراية، لما كاينش الوظيفة في القطاع الخاص، انا تزوجت في باقي الناس، فرحت بالزواج ديالي، ارتزقت بطفل وشكريت حقق في الاحلام ديالي، فاذا به تاتي النكبة اللي هو السرطان. طفل تنهضر ودي كترجف لان متبرجنا على القصة، طفل من عمر 7 سنوات كيجي سرطان في الرجل، ولا اجد لا رحيم ولا حليم. لجأت الجمعيات الخيرية، جاءت للمجتمع المدني، كنت كنسعى باش نعالجو، وفعلا الحمد لله تقطعت رجيلة وأونديكاب، فخلاني أنني بدل ما نبقى عايش في وظيفة تدل المهانة، قلبت على حلول أخرى. حاولت أنني نبيع السيارات المستعملة، حاولت أنني نتعاطى الموسيقى، نغني في الليالي باش نوفر واحد المدخول ثاني يمكن نعين به الأسرة ديالي، ولكن لم استطع، فشلت. ولكن الله سبحانه وتعالى الكريم وعظيم، وتقول الشيخ النبوتي: اذا تولاك الله بعنايته هيأ لك من يعينك على قضاء حوائجك ولو كانت في نظرك مستحيله. وفعلا كنت كنشوف حياتي مستحيله. ساق الله تعالى يعني امرأة عظيمة جميلة حنونة رؤوفة، رزقت بحنانها بعد وفاة الوالدة اللي هي مدام منيا. ربي يخليها ونناضي على النادي على الباران ديالو لأنهم يتفضلوا عندي. مدام منيا ما كانتش تحلاها، هذه رحلة تاريخية بين السعودية صراحة. لقد قدمت لي هذه الفرصة، هذه صراحة مدام منيا اللي كانت سير. برافو. مدام منيا اللي كانت خليك زبونة عندي في السينمية، وكانت تعاني من مرض اللي هو اللزم، وشفت النتيجة فيها، فكانت من بين الأسباب اللي خلاتني أنني ندخل فوريا، وفعلا دخلت. فإذا به أكتشف عالم من الحب ومن الحنان ومن الدفء الذي يتدفق اللي تلقاوه ما تلقاوش في مهن اخرى، اللي تقول لك خوك في الحرفه عدوك، لكن هنا العكس كان العكس. لقيت فيها انها الام الرحيمه اللي كتحاول تساعدني، وكنت انا خدام الوقت ديالي اني من 9 للوحدة ومن 3 للـ8، وكنعطي الفور ايفر الوقت الثالث، ولكن كانت اثناء العمل ديالي اجدها مثل ديرلي اللي ساعدتني، وكنقول لها الله يخلي الوالدين. ثم وجدت الانسه اللي كنسميها لانجيكسيون اونترافيلوز، هي مادموزي صفا، ما كرهتش مادموزي صفا. كانت هي ايضا الاستاذه والمعلمه اللي استفدت منها الكثير والكثير، اللي صراحه
صراحه انا في اغلب الحفلات ولكن انا كل كان باش معاش لاني وقت قدام واحد القاده اللي هما صراحه اللي هما مشعل الشركه. باش ما نطولش تعرفت على انسه اخرى اللي هي مرموزي سيما ساميه اليزيدي. ساميه اليزيدي هي ساميه اليزيدي. ساميه تفضلي. برافو ساميه. هي الام الحنونه. هاد الثلاثي هادو الى لاحظتوا كنت كنشتغل معاهم من بعد 8 ل 9 وكيلتحقوا بالبيوت ديالهم. فانا جيت شغوف بالنجاح وقلت في لاسيل لن اتوانى على النجاح وكنت مصر باش ننجح والحمد لله هذا يعني بفضل ليكيب. فشكون اللي كان كيعوض لي الخصاص من بعد الغياب ديال هاد الثلاثي اللي هو صراحه انحني له اجلالا وتعظيما وتكريما وحبا واخلاصا له هو الشخص سي عبد الهادي المغربي. خرقت النظام ولكن ما هي الا فرصه واحده لن تتكرر فاعذروني ان شاء الله. مرحبا. صراحه لقيت السي عبد الهادي لقيت فيه الاشياء اللي كنت كنبحث عليها وفعلا ما دخلش عليا وكنت كنبقى معاه حتى ل 11 او 12 ديال الليل عاد تنفوت الدار. علاش؟ لاني كنشوف راسي اني عطشان اني محتاج النجاح وهو لقى فيا الاصرار والعزيمه اللي خلاتني انني نديفلوبي هذا البراد في خلال 4 شهور وبضعه ايام. واو صراحة هاد القادة اللي كتشوفوهم وكينا يعني باقي القادة اللي هما أعجز عن ذكر الأسماء ديالهم لأن كثار كاين فريق اللي هو حاضر معنا هنا بقوة كاين الزملاء اللي هما معنا في الكيتشن حاضر معنا بقوة. صراحة كنت أجد فيهم دائما المساعدة ودائما النصح ودائما التوجيه ما كنتفرج عليهم. فكيفاش حققت هذا الغرض؟ بسيطة وأنني سمعت ونفذت واشتغلت. شنو سمعت؟ سمعت أنني خصني نكونسومي وكونسوميت. كنت كنوزن 96 كيلو فإذا بي 84 كيلو في خلال 9 أيام 12 كيلو ديال التخسيس خلاتني أنني حققت واحد المبيعات. ثم اشتغلت على الكاد سي سي اللي كنت من نهار اللي دخلت ما مزبيتهاش ولا شهر واحد. كنت دائما كندير الكاد سي سي ديالي واشتغلت بالبلون داكسيون حتى معايا المانجر ديال السعد الغرابي هو انني كيفاش طلعت في الفليغراد وفعلا هذاك البلون داكسيون اللي داروا معايا الاخوه سكني لفتو بحذافيري وكانت هذه هي النتيجه. فانا صراحه جد فخور وجد سعيد لانني كنذوق اول مره واحد بونيس ديال كراد ديال المناجر دخل لي واحد المبلغ جد محترم اللي عمري ما حلمت فيه. خدمت خلال شهر بالمقابل مع الوظيفه ديالي خصني 4 شهور 5 شهور عاد نوصل هذا المبلغ ما غنجمعوش. شحال كان المدخول ديالك كمناجر؟ دابا داز ليا البونيس ديال مناطق الاجواء اللي هو 23000 درهم. وكنقول غنكون في المناطق وقنا في سالي دسيس ان شاء الله. فصراحه انا كنفتخر بهذ ليكيب هذي وما كرهتش زعما هاد الصوره تبقى تذكاريه تكون بين الاحلام ديالي اللي كنت كنحلم بها وصلت لها ومازال احلام كثيره اللي حققوها معايا هاد المناطق كما كتشوفوا. وكل واحد المحبه اللي صراحه كنتفرقوا الا لضروره اللي هو النعاس. هذا الهم ديالنا وهو النجاح ديالنا، النجاح ديال ليكيب اللي حاضر كامل، تنشتغلوا معاهم ليل نهار
من أجل أنه طلعوا الليقرات. وهذا صراحة من لم يشكر الناس لا يشكر الله. وأنا أشكر كل حاضرين فردا وفردا. وعذروني إلى ما قلت شي اسم كان نسيت صراحة البلان ديالي استعد سي أمي كانت وقفت معايا ما كانش باقي غنقول يعني كما تيقولوا كنطلب وكنرغب في الاستاذ العظيم ديالي سي حسن دابي. إلا لاحظتوا كاين سي حسن كاين سي إلا لاحظتوا كاين الأب الروحي ديالي سي حسن دابي، ثم يليه الابن ديالو سي أمين، ثم يليه الابن ديالو سعد المغربي، ثم مدموزيل البنات مدموزيل سامية، ثم مدموزيل صفاء، ثم مدام موليا. هذو هما لي بلاين ديالي اللي صراحة داخل إن شاء الله. كنا كنسمعوا أحسن الأجيال جيلي ثم الذي يأتي بعدهم ثم الذي يأتي بعدهم. فأنا زدت سعيد بهذا اللقاء هذا العظام. بصراحة شرف لي أنني تكون متواجد معهم أنني كنت في المستوى ما خدمتهمش وألف شكر للشركة. والسلام عليكم. أنا طبعا ندير دعوة كاع لي ماناجر اللي هما حاضرين يساهموا يكونوا سيستم واحد الفترة تذكارية. أكيد عليهم من كاع Thank you.